جائزة المدرسة الدولية، جائزة تتنافس عليها المدارس في جميع أنحاء العالم، تتضمن تدريب المدرسين والمدراء مهنياً في مجالات تطوير المنهاج وتأهيل الطلاب في العمل ضمن أنشطة تعليمية وتبادلها مع نظرائهم في دول أخرى. برنامج Connecting Classrooms هو برنامج يهدف إلى ربط ما بين المدارس في جميع أنحاء العالم، وعنده عدة مكونات، أهمها هي تدريب المدرسين وتدريب مدراء المدارس على تطوير المناهج من أجل شمل نقاط تعنى بالمواطنة العالمية، تعنى بالبيئة، تعنى بالثقافة، وتأهيل الطلبة للمشاركة في نشاطات مع نظرائهم من المدارس حول العالم. المدارس التي انضمت للبرنامج العلمي الدولي استطاعت أن تخلق كادراً علمياً ومساحة زمنية كافية للطلاب لاختيار وابتكار المشاريع الخاصة بهم خارج نطاق التلقين، وتبادل الأفكار وتطبيقها من أجل توسيعة مدارك الطلاب وترغيبهم بالعلم. تعاوننا إحنا بشكل عام مع ثلاث مدارس، تنتين في مصر واحدة بالأردن. هلأ المشاريع كلها بشكل عام بتكون منهجية، بس كيف تطبيقها لا منهجي. يعني مثلا إحنا عملنا مشروع عن الأعشاب البرية في فلسطين ومدى واستخداماتها، مضارها، فوائدها، وعملنا ألبوم الأعشاب البرية بفلسطين. وزارة التربية والتعليم احتفلت اليوم مع أكثر من 45 مدرسة مشاركة في مسابقة المدرسة الدولية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، والتي تهدف إلى ربط المدارس من جميع أنحاء العالم. لتلفزيون القدس لمى أبو هلال، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.